سائل يقول: هل من اكتوى أو استرقى لا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ هل من اكتوى أو استرقى لا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ الله أعلم. يعني هذا نقص، يكون عنده نقص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل يشرع أن يطلب من أحد الصالحين؟ ما معناه أنه من استرقى أنه لا يدخل الجنة؟ معناه لا يكون من السبعين اللي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وله من الموحدين يدخل الجنة إن شاء الله. نعم. لكن ما ينال هذه الميزة، يدخلون الجنة بلا، اللي يدخلون الجنة يتفاوتون، بعضهم أفضل من بعض، هم درجات عند الله. نعم.